إنني أتطلع إلى يوم قريب آت حتى أرى كل مواطن من مواطني دولتنا الحبيبة وقد استقر مع أسرته في منزل مناسب. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله. بين الماضي والحاضر، واكبت حكومة دولة الإمارات متطلبات المواطنين واحتياجاتهم بأفضل المواصفات، وعلى مر الزمن كان المسكن الذي تتحقق فيه وسائل الراحة والخدمات المميزة من أولويات اهتمامات المواطن. وانطلاقاً من تحقيق هذه الأولوية بأفضل صورها، كانت رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين في أعلى درجاتها. تدرك إدارة المؤسسة حجم المسؤولية المنوطة بها من حيث طبيعة الخدمة التي تقدمها للمواطن، ويعتبر توفير مسكن للمواطن من الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها خطة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها التي تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها. أنشئت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في أواخر عام 2006 بمرسوم سامي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. كانت الجهات الإسكانية في دبي سابقا موزعة على تقريبا 4 جهات في الإمارة، وتم دمج هذه الجهات كلها بعد إنشاء المؤسسة. أصبحت المؤسسة تقدم خدمات إسكانية شاملة ومتكاملة تحت مظلة واحدة، بهدف تبسيط الإجراءات وبهدف إسعاد الناس وتحقيق رؤيتها التي هي عبارة عن توفير مسكن لكل مواطن. وفي سبيل تحقيق المؤسسة لأهدافها، أسندت إليها المهام والصلاحيات الخاصة بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أو التعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت إشراف المؤسسة. وباحترافية تم تحديد مهام المؤسسة تبعاً لدراسة ميدانية تسعى إلى تأمين سكن لكل مواطن يحقق احتياجاته، من حيث بناء وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الإسكانية لإمارة دبي وإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذها، بما يحقق رؤية ورسالة المؤسسة وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولكي تكتمل الصورة، تشتمل مهام المؤسسة على تصميم وإدارة تنفيذ مشاريع إسكانية كافية تلبي الاحتياجات المستقبلية حسب الجودة والمعايير المعتمدة. كما تطور المؤسسة الأحياء وتعيد تأهيلها في المناطق الحضرية والريفية للارتقاء بالمناطق النامية ومستواها المعيشي. المؤسسة طبعاً كما هو ملاحظ من الإحصائيات أنها أنشأت عدد كبير من المجمعات الإسكانية، لعل أكبر عدد من المشاريع الإسكانية أنشئ في تاريخ المؤسسة، يعادل ما قامت به حكومة دبي يمكن في أكثر من 25 سنة. فاليوم المؤسسة تقريباً قاربت على حوالي 4000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تقريباً قرابة 5000 قرض إسكاني، فنتحدث عن ما يعادل حوالي 10000 وحدة سكنية في خلال الخمس سنوات الماضية. تقدم المؤسسة نوعين من الخدمات الإسكانية: خدمات المنح الإسكانية، وتشتمل على منحة مسكن حكومي جاهز، منحة أرض سكنية، أو منحة صيانة. أما النوع الثاني من الخدمات فهو خدمات القروض الإسكانية، وتشتمل على قرض مسكن جاهز، قرض بناء، أو قرض صيانة أو إضافة. وتحرص المؤسسة على ابتكار تسهيلات للدفع تراعي وضع المواطن المالي، بحيث يستفيد من خدمة السداد المبكر للقروض الإسكانية والتحصيل المباشر من الجهات الحكومية وتحديد فترة السداد بناء على معيار الدخل. أهداف المؤسسة طبعا توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال الإسكان، لأن هذا طبعا هدف عام جدا نحن نركز فيه على جانب الإسكان. الإسكان يوفر حقيقة الاستقرار للمواطن. المواطن متى ما شعر بالاستقرار أصبح عنصرا فاعلا في المجتمع، يستطيع أن يدفع عجلة التنمية ويستطيع أن يطور العمل بشكل عام. في غياب الاستقرار تغيب الجودة وتغيب النوعية ويغيب التميز. فالاستقرار عنصر أساسي وفاعل.
إذا تحقق الاستقرار تحقق معه الاستقرار الاقتصادي، تحقق معه الاستقرار الأمني، تحقق معه الاستقرار الاجتماعي بشكل عام. فمردود السكن الاجتماعي أو الغير مباشر مردود كبير جدا وقوي. خدمة العملاء في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي الأساس، فيتحقق المزيد من التوسع في الخدمات الإسكانية المقدمة للمتعاملين بجودة عالية وتطوير كفاءة التواصل لتحسين مستوى خدمة العملاء والعمل على بناء علاقات جيدة معهم، حيث تبنت المؤسسة سياسة الباب المفتوح للتعامل مع المواطن بشفافية وحرص على سرية معلوماته الشخصية وأخذ اقتراحاته بعين الاعتبار والنظر في شكواه دون تأخير، إضافة إلى تمكين المواطنين من لقاء المدير وعرض الحالة الإسكانية. كما تحرص المؤسسة على تدريب مواردها البشرية لتطوير طاقاتها وقدراتها، إضافة إلى بناء الكفاءات المواطنة وتطوير مهاراتها، حيث تتعاون المؤسسة مع أفضل المراكز التدريبية والمدربين المحترفين للقيام بدورات تدريبية، وتتبع المؤسسة أنماطاً ونشاطات متعددة للتدريب والتطوير. تسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى المساهمة في تحقيق الأداء المتميز وتنميته من خلال توفير حلول سكنية متنوعة وميسرة للمواطنين لتحقيق الهدف الكبير، مسكن لكل مواطن.